مساء الخير طلاب مرحلة الخامسة، رح نعطيكم اليوم آخر محاضرة من محاضرات التقويم لهاي السنة. طبعا أكو بعض محاضرات بقت، بس مع الأسف حسب التوجيهات من وزارة التعليم إنه لازم نختصر شوية من المادة، فاختصرتكم وانطتكم فقط المحاضرات المهمة. المحاضرات اللي شرحت لكم إياها انتبهتوا إنه صار الشرح عن على الـ three plane of space، المال occlusions of three plane of space اللي هي الـ anteroposterior، اللي حكينا عن class 1 و class 2 و class 3، وأدنا الـ vertical الـ open bite والـ deep bite، والـ horizontal الـ cross bite. وحاحكيكم اليوم آخر محاضرة اللي هي bad oral habits، لأنه هي شيء مرافق ومهم ضمن المال occlusions. خذ لكم مجموعة محاضرات بسيطة جدا اللي هي الكلافت والأورثوغناثيك سيرجري، سبيس أناليسس، خلينا نقول شوية ايتيولوجيكال فاكتورز، يعني شغلات شفتها مو كلش مهمة لأنه أنتوا أصلا ماخذيها قسم من أنت أو بعض من معلوماتها بالسنة فاتت بصف رابع، وقسم من أنت ذكرناها تدريجيا ضمن المحاضرات. إن شاء الله كل التسهيلات وكل التوفيق، وإذا أي سؤال أنا مستعدة بالخدمة. نبلش محاضرتنا اليوم اللي هو الـ Bad Oral Habits. رح نحكي اليوم الـ Oral Habits، الـ Bad Oral Habits، فتسد Bad Oral Habits، شغلات كلش بسيطة، معلومات كلش بسيطة كلها ماخذيها، بس مجرد رح ناخذ فكرة بسيطة عنها على ما تصير واضحة لكم. قبل ما نبلش بالباد اورال هابتس كانواعها المختلفه رح ناخذها هنا هسه اليوم، اول شيء لازم اعرف الهابتس. شنو هو الهابتس؟ الهابتس هو عباره عن فيكست براكتس او كونستانت براكتس، يعني واحد يسوي فشي بشكل دائم يوميا، يعني واحد يشرب مي باليوم 10 مرات يوميا هذا يعتبر هابتس، تمام؟ او لازم يأكل قطعة حلويات معينة يوميا، أو لازم يسمع موسيقى معينة يوميا، تمام؟ أو لازم يدخن فتشي معينة، خلينا نقول سيجارة معينة، لازم يوميا 3 باكيتات. تشوفون عبارة عن عادة معينة يسويها الشخص يوميا ويكررها خلال اليوم with frequent repetition. إذن هو عبارة عن fixed or constant practice with frequent repetition. إذا كانت هاي العادة اللي يسويها أو هذا البراكتس اللي يسويه إذا كان شيء صحيح، يعني مثل ما قلت لكم يشرب ماء يوميا 10 كلاسات يوميا، هاي شيء عادة يوميا يكررها على أوقات مختلفة، هاي تعتبر عادة صحية فتصير فت هابت فت هيلثي هابت. لكن مثل ما قلت لكم إذا يدخن باليوم 3 باكيتات هذا فتشي عادة غير صحية، صار عندي bad habit. بالأورال هابت إذا سوينا هذا الهابت أو هذا البراكتس inside the oral cavity وكان عندها فد تأثير يسميها بالباد أورال هابت. الباد هابت in general راح تتدخل بهاي شغلات، دائما تأثيرها يكون a child، ودائما تبلش منذ الطفولة من عمر صغير ويصير عنده تعويد كل ما يكبر، بس يكون تأثيره على الphysical function وعلى emotional function وعلى social function. يأثر كsocial function إنه يعني كموقع كbad habit، كموقع بالمجتمع لازم يكون منطوي على نفسه أو يأثر على منظره بحد الناس اللي تبتعد عنه. emotional function تشوفوه في مرحلة depression، في مرحلة social problem كلش يأثر. كphysical function طبعا رح يكون عنده تأثير معين على الجسم، على صحة الجسم in general، تمام؟ طبعا هذا الكلام كصورة عامة هو الهابتس. قلت لكم إذا هذا الباد هابتس الهابت سويناه inside the oral cavity حسموها بالoral habits، وإذا كانت الهابت غير صحيحة راح نسميها بالbad oral habits. الbad oral habits in general راح يأثر على dentition وعلى oral cavity وراح يسوي إنه فد نوع من المال occlusion. بس يا هل ترى وترى إنه كل bad habit راح يسوي لي مال occlusion؟ خلينا نشوف بعض المال اوكلوجن اللي راح يصير ويا الاورال هابتس، الاورال باد هابتس، خلوها ببالكم كلمه باد لازم نستخدمها ويا الهابتس.
الشغلات الشائعة اللي ممكن تصير مثلا interior open bite، كل شخص عنده bad oral habit هيصير عنده interior open bite، ممكن إيه وممكن لا، وممكن تأثير بسيط وممكن تأثير قوي. إذا السيفيريتي اوف مال اوكلوجن اللي تصير ويا الباد هابت تتأثر بمجموعة من العوامل. هاي العوامل تعتبر هو الكيز اوف ذا سيفيريتي اوف مال اوكلوجن، كيز المفتاح يعني، وكلش مهمة هاي العوامل اللي هي دائما نذكرها بأي موضوع ينحكي بيه عن الباد هابت، ننتبه لها. شوفوا، أول عامل هو الفريكوينسي، التكرار. شنو هو الفريكوينسي؟ هي number of times per day habit is practiced. Number of times per day habit is practiced. يعني مثلا خلينا نقول واحد يمص إصبعه، هذا يعتبر bad oral habit، تمام؟ أو يخلي قلم بحلقه، يعتبر bad oral habit. السؤال الموجه لي، كم مرة يسوي هاي الحالة باليوم؟ مرة واحدة؟ مرتين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ عشرة؟ طبعا هاي يسموها التكرار، إنه إذا كررها 10 مرات تأثيره على الأورال كافيتي يختلف إما إذا كررها مرتين باليوم، صح ولا لا؟ فإذا الفريكوانسي عامل الأساسي اللي يأثر على السيفيريتي أوف مال أوكلوجن والذهابت. If the frequency or number of practicing the habit per day is more, that means the mal occlusion is more severe. صح لو لا؟ كل ما صارت الوضعية أقوى، كل ما كررنا الهابت خلال اليوم، زيدنا عدد المرات، أتوقع أن الريزلت هتكون أقوى، severe mal occlusion. العامل الثاني هو duration, time. Amount of time spent on habit. يعني واحد هذا اللي يمص أصبعه يمصها قلنا ممكن 10 مرات، خلاص هذا frequency، مو هذا معناه bad oral habit severe mal occlusion. Duration نفس هذا الشخص اللي يمص أصبعه ممكن يمص أصبعه ثواني، يعني كل مرة بثانيتين، صح؟ ممكن يسويها 5 دقائق أو ممكن 10 دقائق، أو واحد يمكن يطولها في نص ساعة أو ربع ساعة. كل ما زيدنا التايم كل ما أتوقع السيفيريتي أوف مال أوكلوجن راح تكون أقوى، تمام؟ العامل الثالث هو الانتنسيتي. الانتنسيتي يعني amount of force or pressure applied to the teeth during sucking أو any habit. فرضا إذا مص أصبعه وخلاها بداخل حلقة، دخل إصبع بحلقة لكن دخلها بدون ما يضغط على أسنانه أو يتأخر، أو ممكن يدخل إصبعه ويسوي في الضغط أو بريشر على البلت وعلى الأسنان بحيث يأثر على أسنانه كلها. لو تنتبهون إنه هاي العوامل الثلاثة هي عبارة عن حلقات مترابطة واحدة باللخ، خلوها ببالكم. سويت هذا الديزاين من الارت شيب انه واحد متداخل باللاخ، يعني 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 اذا مثلا الفريكوانسي فت 5 مرات يسوي الهابت مالته والديوريشن والانتنسيتي مالته قليله، ممكن مال اوكلوجن ما يتاثر، لكن اذا زيد الديوريشن وزيد الانتنسيتي ويا مور فريكوانسي يعني معناها سيفير اوف مال اوكلوجن. يعني قصدي انه هاي الـ3 عوامل ما تكون تشتغل كل واحده وحدها، تشتغل كجماعة. يعني لازم أشوف أي شخص عنده هابت، لازم أشيك الفريكوانسي مالته والديوريشن مال الهابت مالته والانتنسيتي اوف ذا هابت مالته، تمام؟ وهذا راح يوصل لي إنه السيفيريتي اوف مال اوكلوجن معناها عندي سيفير باد اورال هابت. هسه راح نبلش قبل ما ندخل موضوع كل هابت واحدة اللي قلت لكم عن 7 أنواع من الهابت راح بعد أورال هابت راح نحكي عنها. قبل ما نبلش ننتبه على السلايد الوراء، راح نبلش بالإتيولوجيكال agents of bad habit. يعني ليش يصير bad habit، ليش يصير هاي الحالة؟ عدة أنواع، عدة أسباب ممكن يكون سببها وراها إنه يكون عندي bad oral habit. ننتبه الأول واحد anatomical،
شنو معناها anatomical؟ تشوفون هاي الصورة رقم واحد هنا قدامكم. And the patient and the large tongue. Large من رب العالمين. حجم التانك كبير. وياها ممكن يكون عنده small oral cavity. تمام؟ فيفضر انه يطلع التانك forward. صار عنده tongue thrust. من يطلع التانك forward صار عنده tongue thrust. Interior tongue thrust. تمام؟ هذا سببه انه ما كفد عامل خارجي. عامل داخلي. عامل genetic factor. عامل من رب العالمين جديدة. لهذا يسموها كأناتوميكال فاكتور أو أناتوميكال إيتيولوجيكال أيجنت فور باد أورال هابيتس. تمام؟ واضحة. زين. ننتبه للسلايد النقطة اللي وراها. ميكانيكال انترفيرنس. لا. الميكانيكال يختلف عن الأناتوميكال. أناتوميكال شغلة مو بيدنا صارت. ما يدري رب العالمين. لكن الميكانيكال الميكانيكال يختلف. ميكانيكال شخص مثل ما تشوفون هاي الصورة هنا، شخص حامل أسنانة لدرجة كلش هواية أو accident صار عنده loss of four anterior teeth. تمام؟ وهم الأسنانة ما سوى له في التركيب معين، ما سوى له في any restorative material أو any restorative bridge أو implant أو whatever يعني. تمام؟ طبيعيا يصير adaptation of the tank in forward position، وبالنتيجة راح يصير عنده open bite، هيصير عنده tongue thrust أو the problems. هذا سببها إنه مو شخص مو جتية فتشي من رب العالمين، إنما هو من هو نتيجة إهماله صار عنده فد mechanical interference انطانة فد undesirable oral habits. زين نجي إلى النقطة وراها pathological. شنو pathological؟ يعني مثلا certain condition يصير بالأورال كافيتي، certain pathological condition inside the oral cavity ينطينا undesirable oral habits. مثلا هاي الصورة اللي وراها الثالثة، شخص عنده tonsillitis. هذا المسكين عنده hypertrophy of the nasal turbinate. فشي يصير الشخص إش قد ما يحاول أو فد problem بالنيزال كافيتي، إش قد ما يحاول ما يقدر يتنفس من خشمه، يضطر إنه يفتح حلقه، صار عنده mouth breathing. هذا الماوث بريذر مالتنا طبعا راح يصير عنده فد باد اورال هابت، يطلع التانكي فورورد، يصير عنده اوبن بايت، انكومبتنت ليبس، وعده مشاكل حناخذها اكثر شيء بالماوث بريذر. حنفهم انه سببه هو هذا باثولوجيكال كونديشن. لازم نحل الباثولوجيكال كونديشن على ما تقدر نصلح الباد هابت مالتنا. حتشوفون النقطه الثانيه باو ايموشنال أو إيميشن، اثنيناتهم كأنه عنده فد نوع من ال social problem، psychological problem. تمام؟ أو فد نوع من ال feeling of unsafety. فتشوفون الصورة أنا مخليت لكم إياها، هاي هنا طفلة مبين الحزن بعينها، يعني أكو فد أنت فد social problem أو فد psychological problem يأثر عليها. أو مثلا شخص يتحسس من الـ environment، من الـ parents، من الـ siblings، أو يغار، أو مثلا عنده فد مشكلة معينة، يضوج بالمدرسة، ما مرتاح بالمدرسة، فيأثر عنده فد تراكمات نفسية على شخصيته. يضطر إنه يلجأ له على مصدر للأمان والـ security والحنان ممكن حتى. أو مثلا أهل عايف أولاده مو كلش مهتم بيهم، مشغول وانشغالات، فممكن شو أتوقع إنه هذول الأشخاص يحتاجون إلى فد نوع من السكيورتي، يلتجئون إلى فد هابت معينة. مثل ما قد تشوفون بالصورتين إنه الشخص يسوي له ثام ساكينج، يحس بالأمان أكثر، أو فد نوع من السوشيال سيفتي أكثر بالنسبة له. أو ممكن يكون النقطة الأخيرة كإيتيولوجيكال فاكتور هو الراندوم بيهيفر، هذا يعني ماكو أي سبب معين، يمكن بطران على نفسه، أو فت يعني فتسويها فت عادة عبالي يفتخر بيها، يعني بدون سبب معين. هاي المهم، هاي الأسباب الستة تشوفوها: anatomical والmechanical interference، pathological، emotional، emotion and random behaviors، تعتبر the most important etiological agents of bad oral habits.
هسه راح ناخذ كل واحد هابت على حده على واحدها يعني ونشرح عليها بشكل مبسط. ترى هي محاضرة جدا سهلة واي سؤال اني مستعد. اول واحد الديجيت ساكينج هابت او يسموه بالثام او الفينجر ساكينج ديجيت او ثام فينجر ساكينج. الديجيت ساكينج يعني ممكن الشخص يدخل الابهام مالته او اي اصبع من اصابعه، ممكن مرات يدخلها اصبعين ممكن ثلاثه، تمام؟ هي شنو كتعريف اول الها؟ هي عباره عن repeated and forceful sucking of thumb or finger with associated strong buccal and lip contraction. يعني هي لازم يعني السكينج ما تصير اذا ما يكون شو ما قلت لكم الانتنسيتي مالته بها قوه، يعني معناها الشخص لازم يكون انه يسوي شغله مالته بتكرار اولا وبقوه، يعني يدخل اصبعه ويمصها يضفد فورس. حنشوف مثل ما واضحه بهاي الصوره هنا فيصير كونتراكشن بالمسلز، باو هاي المسلز مال الليب البيري اورال ستراكشر كلها يصير بها كونتراكشن ضغط، بحيث هذا الضغط تيجي نتيجه السكينج المص للاصبع، تمام؟ راح نشوف بهذا السكينج هذا النوع من الديجيتال سكينج راح نشوف نوعيتين. بقى انتبهوا لي هاي نقطه كلش مهمه. اول نوعيه يسموها بالنيوتريتيف سكينج. النيوتريتيف سكينج يعني نشوفها عاده during البريست اور بوتل فيدينج اثناء عمليه الاكل، يعني كأنه الطفل كشوفوا مثل هذا الصورة أو ممكن هاي الصور هنا، يعني كأنه الطفل جاي يستخدمها الساكينج دليل على إنه هو جوعان أو مثلاً يحسس، يعني بمجرد ما تشيل الأصبع مالته وتدخل المامة مثلاً في حلقة هشوف ينقطع الساكينج مالته. شو تتوقعون إنه هذا الشخص، هذا الشخص اللي عنده نيوتروتيف ساكينج هيكون عنده مال أوكلوجين؟ أؤكد لكم بنسبة 100% لا، لأنه هذا الشخص من حيبدي يكبر راح يعبر عن طريقة جوع مالته بطرق أخرى، لكن من هو صغير ممكن يعبرها بهذا الأسلوب وهذا شيء طبيعي يعني وتنحل أثناء أنه هذا الشخص من يصير عنده هاي الحالة وبمجرد ما ننطيل الأكل ينتهي الموضوع، تمام؟ شوفوا النوع الثاني النون نيوتراتيف ساكينج، هذا لا، هذا يصير نوع من الهابتس يصير خاصة بالأطفال يعني اللي يحتاجون إلى نوع من الحماية، يعني يحتاجون النوع من الحماية، أو ممكن تصير من الأشخاص إذا وقفنا عنهم البوتل فيدينج أو البريست فيدينج أو الباسيفاير هذا الارتيفيشيال المامة الاصطناعية نقطعها عنهم يبدون يدورون يحسسون انه فد نوع من السوشيال بروبلم عندهم او فد سايكولوجيكال بروبلم عندهم، يدورون على فد نوع من الامان نوع من الحنان فيلتجئون الى عمليه الجد ساكينج. هذا لا، هذا بي بروبلم هنا. اذا النيوتريتيف تتوقعون يسويها مال اوكلوجن؟ اي نعم، ممكن يكون هارمفول، ممكن ياثر لنا على الدنتال فيلر ستراكشر ويصير عندنا نوع من انواع المال اوكلوجن، تمام؟ إذن خلوها ببالكم النوعيتين، نوعية النيوتراتيف ساكينج والنون نيوتراتيف. النيوتراتيف ساكينج ما يصير يسوي لي أي مال أوكلوجن على الدنتيشن، لكن النون نيوتراتيف لا، معناها رح يصير وتعتبر إذا صارت تبلش من الأعمار الصغيرة وتستمر إلى فترة زمنية طويلة وإن الشخص في مرحلة psychological disorders، تمام؟ المين افكت اوف ديجيت ساكينج، هسه احنا لازم نعرف شنو الافكت، يعني واحد دخل اصبعها ومصها وبقوه وبضغط وفتره زمنيه طويله راح نشوف شنو ممكن الاثار اللي يصير عندنا. على اساس الاثار اللي حيصير عندنا الاعراض اللي تطلع لنا كمال اوكلوجن على اساسه لازم احنا نعالجه البيشنت. بعد خلوها ببالكم هاي النقطه كلش مهمه، الهابت إذا انقطعت قبل ما يصير إرابشن للبرمنت دينتيشن، يعني إذا عندي مال أوكلوجن inside the oral cavity راح يصير self correcting. أعيد الكلام، أي نوع هابت راح نقراها هسه، إذا هذا الهابت قد انقطعت قبل ما يصير إرابشن للبرمنت تيث، يعني قبل 6 سنوات خلينا نقول 6 سنوات تطلع الإنسايزرز، إذا قطعها تمام any type of mal occlusion راح تنحل
وراح تنحل آنياً self-correcting بحيث ما نحتاج إنه ندخل أي شيء. تمام؟ شوفوا أول effect الاكسترا اورال افكت. يعني الاكسترا اورال افكت شنو معناها؟ معناها الفينجر الاصبع راح يدخلها بحلقه ممكن نشوفها افكت. اول شيء لو تشوفون هاي الصور الاصبع دائما تشوفوا اللي داخله مثلا الابهام تشوفوا هذا الاصبع على طول يكون كلش ابيض دونه من بقيه الاصابع كلين او يصار فد نوع من الريدنس ابالك صار فد جنرال انفلاميشن بالفينجر كله نفسه او ممكن نشوف فد فايبرس كالوس مثل ما صاير هنا هاي تشوفون هذا فد فايبرس كالوس لانه يعني فد تكلس ليفي صاير بالمكان نتيجه البوزيشن مثلا هو اصبع او وسخ او انسايد دخل بحلقه وصار انفلاميشن او ممكن يصير عنده فد نوع من الفايرال انفكشن او من الفانجل انفكشن هذا الأصبع نتيجة sucking. هاي هي أبرز. فإذا الشخص اللي عنده الهابت كصورة أولية قبل ما ندي نسأل ونستفسر نقدر نشيك الأصابع مال المريض الأطفال نشيكها أنتو كدندس إذا شفنا بها هاي المواصفات infection, inflammation, redness, callus, whatever أتوقع أنه هذا الشخص يستخدم هاي الأصابع في عملية sucking. تمام؟ شوفوا الانتراورال افكت. الانتراورال افكت يأثر على الثري بلين اوف سبيس بالنسبة للطفل. بالساجيتال بلين اللي هو الانتروبوستيرير بلين نتيجة للساكينج راح يصير عندي بروكلينيشن اوف ذا ابر تيث وممكن يصير عندي ريتروكلينيشن اوف ذا لور تيث ويصير عندي كأنه البيشنت عنده كلاس 2 ابييرنس نتيجة للساكينج. هاي كل اخذناها بمحاضرات الكلاس 2 صح؟ بالفيرتيكال معروف راح ينفتح الاوفرلاب اللي صار بين الفيرتيكال دايمنشن بين الابر تيث واللور تيث وراح يصير البيشنت عنده اوبن بايت. بس خلوها ببالكم ديجيت ساكينج نوعيه الاوبن بايت اللي عندنا اياها هاي خلوها خط احمر جواها كلش مهمه يسموها بالاسيمتريكال يعني جهه اوبن بايت اكثر من الجهه الثانيه. يعني لو ننتبه على هاي الصوره شوي نشوف هاي الصفحه اكثر اوبن بايت من هاي الصفحه إلا اللهم الشخص يكون كلش نبيه بحيث يسنتر الفينجر مالته بالمنتصف فيكون يكون سيمتريكال وهي حالة نادرة. بس ان جنرال ان جنرال بصورة عامة الانتيريور اوبن بايت يكون اسيمتريكال عكس التانج ثراست وهي ماخذيها العام ايضا بالمحاضرات انه جماعة التانج ثراست دائما يصير عندهم سيمتريكال اوبن بايت بالنسبة للديجيت ساكينج يصير عندهم اسيمتريكال open bite. طبعا نتيجة لأنه يصير هذا digital sucking راح يصير اختلال بالتوازن بين الانسايد بريشر والاوتسايد بريشر لأنه احنا نعرف بعملية الدوكليتيشن بصورة عامة راح يصير كونتاكت باللب كونتاكت بالتيث ويصير عملية التانك يصعد لي فوق ويصير عندي فد equilibrium بالبريشر. الإكوليبرام بريشر قصدي إنه البريشر تيجي من التانك من الإنسايد تتعادل ويا البريشر اللي تيجي ويا اللب وتشيك من الأوتسايد. فمن يصير عندي ديجيت ساكينج راح يصير فد عائق لهذا الإكوليبرام هذا التوازن راح يختل. فنتيجة راح يصير الفورس الموجودة من الأوتسايد أكثر من الإنسايد يعني الفورس تنطينا اللب وتنطينا التيك أكثر من هذا. فالنتيجة بالترانسفيرس راح أشوف إنه البيشنت عنده كروس بايت posterior cross bite وممكن يكون unilateral أكثر من bilateral. تمام؟ إذن intraoral effect procrastination of upper teeth retrocrastination يعني patient profile يكون class 2 vertical open bite and transverse ممكن يشوف عنده cross bite. زين راح نبلش بالtreatment شلون راح أعالج الشخص أنا اللي عندي ورا ما أسوي لي diagnosis أشوف ال effects مالته ال intraoral وال extraoral وأخذ history وأفتهم ال patient هذا منين جاله هذا الهابت هل هو خلوها ببالكم الهابت أول part بالعلاج مالته. أي سؤال عن الهابت من يجيكم أول part بالسؤال مالته ك treatment لازم نعرف ال causative factor كلش مهمة لأنه إذا كانت psychological لازم نعالجها ميكانيكال لازم نعالجها
تمام؟ اناتوميكال لازم نعالجها بغير طريقة، كل واحد عنده طرق معينة. لكن بصورة عامة بالديجيت ساكينج شو راح يكون هذا البروبلم، شو راح اعالج البروبلم مالتي؟ راح نشوف عندي اربع خطوات علاجية. الاربع خطوات علاجية واحدة مرتبطة بالثانية، يعني التسلسل بالخطوات العلاجية كلش مهمة. هسه راح اشرحها وبعدين افهمكم ليش هي مهمة. راح نبلش باول خطوة واسهل خطوة اللي هو الدسكشن. يعني شو المقصد؟ قصدي انه اكو خطوات علاجية، يعني البيشنت اول ما يجيني وعنده ديجيت ساكينج اول خطوة اسوي له مو تريتمنت اخلي له ابلاينس، لا، ابلش له بالدسكشن اللي تعتبر هي اسهل الطرق على مود اعالج الهابت. يصير في الدسكشن بين الدنتست وبين البيشنت بدون اي تدخل، يعني لا البيرنتس، يعني جينا عمره خلينا نقول 5 سنين، مو معناه هو صغير لازم ادخل البيرنتس واصير النقاش بيني وبين البيرنتس، تسال سؤال حضرتك انت ويجي البيرنتس طرب يدخل بالموضوع ويحكي هو ايضا بكلام معين. لا، ممنوع، الكلام محصور بين الطبيب وبين المريض فقط. يصير في الدسكشن، هذا الدسكشن لازم يكون عندك شخصية قوية، بحيث لازم تفتهم البيشنت وتفتهم تفكيره وتفتهم الايموشنز مالته، تمام؟ وشنو اللي شيء يعجبه وشنو اللي شيء ما يعجبه وشنو اللي يتاثر شنو اللي ما يتاثر، على مود تقدر تجذب انتباهه. من جذبت انتباهه راح اصير انت عنصر مهم بالنسبه للبيشنت، وبالتالي راح تقدر تاثر على المايند اوف بيشنت، عقليته، وبذلك تقدر تدريجيا توقف العلاج. يعني حقيقه واحد يقول هذا الكلام انه هذا كانه شخص سايكاتريست، يعني فد نوع من الطبيب النفسي. هو يعني برا حقيقه، يعني الشخص من يجينا عند اورال هابيت ونكتشف انه الكوزيتيف فاكتور سايكولوجيكال، لازم يصير كونكشن بينك وبين السايكاتريست، لازم هو يروح للطبيب النفسي ويتعالج هذا الموضوع. بس هو الدسكشن تعتبر خطوه اولى وهي افكتيف، ويسموها فد ادلت ابروتش. ليش يسموها بالادلت ابروتش؟ لانه هاي الطريقه تاثيرها اكثر ويا الاولدر تشيلدرن، والاطفال الكبار. يعني نجينا واحد عمره 3 سنوات ما ممكن يسمع الكلام، ما ممكن يفتهمك، بالعكس يخاف منك. لكن كل ما يكون اكبر 6 سنوات 7 سنوات يشير الكلام مالته اكثر. على العموم، اذا شخص يفيد الدسكشن يفيده، او ان الشخص شفته انه يفيد الدسكشن بس ما حصلت على نتيجة، يعني كتاخذ تنطي وياه بالكلام وتشرحها وتتعب حالك، بس كتشوف انه كل ما يجي بين الزيارات انه ما كيحصل على فد بروجريس بالتريتمنت مالته، راح نضطر انه نروح على الخطوة رقم 2، يسموها بالريمايندر ثيرابي. شنو معنى الريمايندر ثيرابي؟ يعني نستخدم بعض الأساليب البسيطة. هاي الأساليب تشوفون هاي الصورتين اللي عندي. أول أسلوب بسيط ممكن إنه أستخدم له التيب. تيب هذا اللاصق، لاصق، شوفون حتى لاصق مخليه مع الأطفال، يخلي داير مدار الأصبع اللي دخله، تمام؟ أو هذا الريمايندر البلاستيك خاص، تمام؟ نحصره. أو ممكن نطلب من الأهل يستخدمونه ببعض الأطعمة أو بعض النكهات أو بعض السوائل، مثلاً في شغلات مرة، فلفل أحمر، شاد شغلة حادة، أصباع معينة يصبغون الأصبع كله، على مود البيشنت ممكن إنه يتأثر. خلوها ببالكم، هاي الخطوة تنجح فقط في حالة واحدة فقط، هذا شرط أساسي كلش مهم. شنو هي هاي الحالة؟ لازم الشخص عند desire to stop، يعني عند الرغبة انه يتوقف من الهابت، بس ما يقدر، يريد لفت resistance، فشي قاومة. فهاي الهابت ممكن اذا سويناه هذا reminder therapy يعتبر مقاوم للهابت، فبذلك راح نساعد البيشنت هذا. يعني لازم يكون البيشنت عند الرغبة، اذا ما عند الرغبة ما ممكن نحصل على النتائج. زين، جانا البيشنت عند الرغبة، خلينا على هذا الديزاين. ما عند الرغبة، أو عند الرغبة وخلينا على هذا الديزاين من التريتمنت الريمايندرز، ونشوف إنه مثلاً التيب
نخلي يلعب بيه ويطلعه ويدخل اصبعه مارتلو في اصلا ما يقدر يتحمل، او الريمايندر هذا، او مثلا خلينا نفت شغله حاده فلفل احمر يروح يغسلها، او مثلا يقول الحداديه متاثر علي، او يخلي له فد ماده مره يروح يصل اصبعه، او فد صبغ يمسحها whatever. اذا شفنا انه صار عندنا failing in the reminder therapy راح نضطر نروح على الخطوه رقم 3 يسموها بالreward therapy او reward system، مكافاه. يعني نبلش بالمكافاه. المكافاه مو معناها يعني يجينا البيشنت يدي اتبرمك على راسه اقول له حبيبي راح اجيب لك ايباد، لا هذا الكلام خطا، لانه الايباد شغله كبيره، او حاشتري لك تليفون طاق جديد. زين اذا ما فاد شلون؟ شو اشتري له؟ تشتري له بيت؟ تشتري له قصر؟ تشتري له سياره؟ لا ما ممكن. دائما نبلش الريورد سيستم المكافآت بشغلة بسيطة جدا، شغلة بس تكون مميزة للمريض. يعني طبعا هذا مو احنا الدينتست لازم، يعني ممكن الدينتست يبلش بمساعدة الاهل، او ممكن يعني مثلا شغلات بسيطة يعني نقدر نعطي للبيشنت، نقول له كل يوم ما تسوي ديجيت ساكينج رح نعطي لك باتشر شغلة أحسن. يعني مثلا ممكن نبلش اليوم بوردة، ثاني يوم بأكلة، ثالث يوم بكتاب، فشغلة بسيطة لعبة. وإذا عدينا أشواط من النجاح وأنه قدر يسيطر على وضعيته ننهيها فد بيج ريورد كبيرة، ممكن هذاك الوقت نشتري الآيباد على مود نضمن أنه ما يصير عنده ريلابس. يبقى أنه إنه كل هاي الخطوات الديسكشن والريمايندر والريورد كلها ما فعل عندنا، راح نضطر إلى ندخل إلى الأبلاينس ثيرابي. ما عندنا حل ثاني، حلنا حلولنا كلها فاتت، كلها راحت علينا. زين الأبلاينس كتشوفون هاي الصور اللي عندكم، هذا عندي ريموفابل هابت بريكر فور ديجيت ساكينج، تمام؟ تشوفون هذا فيكس تايب عن طريق فت هذا ترانسباليتال مربوط بهذا التانك كريب، كتشوفون هذا التانك كريب هنا داخل بالرموفابل، او احد انواع الاكسباندرز اللي اخذناه بالكروس بايت اللي هو الكواد هليكس، كتشوفوا هذا ممكن استخدمه as a habit breaker for the digit sucking. خلوا بالكم يعني الشخص اذا ما فعل عنده الديسكشن ولا الريمايندر ولا الريورد تتوقعون الرموفابل يفيده؟ ممكن اتوقع حتى الريموفبل بكل سهوله ينزل ابلاينس وما يلبسه ويرجع للساكينج مالته. زين بالصوره العامه الابلاينس ثيرابي ما ممكن نستخدمها بالاعمار الصغيره younger than 3 years old، تمام؟ لانه هذول الاشخاص دائما خاصه اذا كان نوعيه الهبه سببها في سايكولوجيكال بروبلم دائما يكون عندهم جنرال ايموشنال ايماتوريتي، يعني الايموشنز مالته ما مكتمل بعد ما صار بنضوج. كل ما حيكبر حيفهم الوضعيه اكثر، وخاصه ورا ما قلت لكم العباره مهمه انه اني هبت اذا توقفت قبل ما يصير الرابش للبرمننت دينتيشن اني مال اوكلوجن كلها يصير بها ريلابس ترجع الى وضعيتها الطبيعي، يصير سيلف كوركشن، تمام؟ ما حيصير عندي مشكلة معينة. فإذا ما ممكن استخدمها بالأعمار الصغيرة، ممكن استخدمها بالأعمار اللي بيصير بها بعد eruption of permanent teeth 6 سنوات، تمام؟ أو إذا مثلا قبل هالعمر 5 سنوات إذا رح تطلع عند permanent dentition ممكن استخدمها بهذاك الوقت. استخدم للأبلاينس، تمام؟ دائما وأبدا العلاج ما يكتمل إذا ما يكون عندكم توجه ونصائح للأهل، كلش مهمة هاي النقطة. الأهل دائما لازم احنا يكونون سند للطفل أثناء علاجه ويا الديجيت ساكينج، يكون سبورت، لازم يتعبون وياه، يتعبون وياه. يعني خاصة الأشخاص اللي مثلا يمصون أصبعهم بالليل من ينامون، لازم الأم تقعد فد مرتين ثلاثة بالليل على مطلع أصبعها. أعرف صعوبة موجودة بس هو هذا هو الحل، على بالتعاون بين الأهل بين الطبيب وبين البيشنت ممكن يحصلون على الريزلت. وإذا استخدمنا هذه الأبلاينس اللي قاعد أقول لكم عليها لازم يكون على الأقل ورا ما يتوقف الهبت فتلت شهور يبقى بحلقة كريتينشن على مود نضمن ما يرجع عند الهبت ورا ما يشيل الأبلاينس. إن شاء الله أتكم
ما عندكم سؤال، واضحة جدا، ملاحظات كلش بسيطة وكلش سهلة، وأفكار كلها ماخذيها، بس مجرد ترتيب للأفكار بالنسبة للديجيت ساكينج. زين، نجي على الهابت الثاني. هذا الهابت الثاني، يبقى لنا أربعة. الهابت الثاني اللي هو tongue thrusting habit. tongue thrusting شنو معناها؟ معناها إنه الشخص يطلع التانك مالته either forward anteriorly فيصير عنده anterior open bite أو laterally من الصفحتين بالposterior open bite، تمام؟ ويأثر طبعا، لأنه خاصة إذا طلع لسانه لفترة زمنية طويلة، لا تتوقعوا إنه هو عبارة عن التانك عبارة عن strong muscle، فمن يضطر يطلع دائما بصورة مستمرة راح نتوقع إنه هذا الشخص يكون عنده فت سيفير مال occlusion. بس التانج ثراست خلوها ببالكم، احنا اخذناها بالديفلوبمنت اوف ذا اوكلوجن العام، انه الشخص الطفل اول ما يولد قبل ما يصير ايرابشن للبرايمري دنتيشن، الانتيرير اورال سيل يعني الغلق الحلق مالته يصير عن طريق الكونتاكت بين اللور ليب اند ذا تانج، لانه عنده شورت ابر ليب، فاضطر انه التانج تطلع فيصير عنده، فهذا شيء طبيعي. لكن هذا الشيء ينتهي بمجرد ما الأستانت بيصير بها إرابشن واللب بيصير بها إلونجيشن. أول شيء راح نبلش بالكلاسيفيكيشن مال تانج ثراست. مجموعة من العلماء قسموا الكلاسيفيكيشن إلى ثلاث أنواع، يسموها بالإتيولوجيكال كلاسيفيكيشن أوف تانج ثراست. الإتيولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني حسب الإتيولوجي شو يكون عندي تانج ثراست. راح نشوف عندي فد أنواع أخرى اللي هي خمس أنواع. شوفوا أول نوع الفيزيولوجيكال تانج ثراست. شو ما قلت لكم، هذا الطفل يشوفون لطيف إنه عادة هو يكون نورمال تانج ثراست، يعني حتى ما يسوي شون النيوتراتيف ساكينج نورمال طبيعي وينتهي بمجرد ما نوكل الطفل. هذا همين الفيزيولوجيكال تانج ثراست يعتبر نورمال تانج ثراست، تصير خلال الطفولة بالأعمار الحديثي الولادة، اللي دائما يطلع التانك مالته يصير كونتاكت ويا الليبر ليب على مصير انت انتيرير اورال سيل للأطفال الصغار. زين، أما النوع الثاني اللي هو الهابيتشوال تانك ثراست، لا هذا يختلف الوضع. هذا الشخص متعمد انه يسوي فد ريبيتد بليسمنت اوف ذا تانك ان فورورد بوزيشن، يطلعها لقدام او لاترالي او واتيفر، وبالنتيجه راح يصير عنده فد هابت ويعتبر فد نوع من الباد هابت. زين، النوع الثالث اللي هو الفانكشنال او يسموه بالادابتيف تانك ثراست، هذا همين يعتبر هابت، لكن هابت المبيد البيشنت. يعني مثلا شخص يكون عنده فت شورت ابر ليب، يعني انجبر انه نتيجة شورتنس مال ابر ليب يطلع لسانه اللي قدام على مصير انتيرير اورال سيل، لازم مجبور، فصار انه فانكشنال او ادابتيف اوف تانج ثراست. لكن ورا ما نصلح المشكله مال فانكشنال كوزيتيف فاكتور، واذا استمر هذاك الوقت يتحول الى الهابيتشوال تانج ثراست. يعني خلوها بالكم بالهابيتشوال، لا البيشنت يتعمد انه يخلي تانك مالته ان فورورد بوزيشن، بالفانكشنال لا، نتيجه لعوامل اخرى تضطر انه الشخص يتحول الى يصير عنده هذا تانك ثراست. زين، الاندوجينيوس تانك ثراست، هاي سامعين بها، هذا عندي فد بروبلم بالنيورو ماسكولار سيستم. انا ما قلت لكم الطفل دائما يكون عنده فد نوع من الهابيتس اللي هو دائما تانج ثراست على ما يصير انتير اورال سيل، لكن لانه يصير عنده ديفكت بالنيورو ماسكولار سيستم مع الشخص، ممكن انه هو يصير بريزيستنس اوف تانج ثراست ايفن وان يكون بيرمننت دنتيشن. هذا الشخص العلاج مالته يكون جدا صعب، راح نشرحها شويه لاخ بالتريتمنت اوف تانج ثراستنج. اخر ايتيولوجيكال فاكتورز هو الاناتوميكال تانج ثراستنج، اللي هي دائما شلون ما شرحت لكم اياها بالبدايه كايتيولوجي، انه مثلا يكون عندي لارج سايز تانج، ان شاء الله مو بيده بيد رب العالمين، عنده لسان طويل لسان كبير بحيث اضطر انه يصير عنده تانج ثراست. هاي الانواع الخمسه تعتبر نوع من الكلاسيفيكيشن اوف تانج ثراست بالاعتماد على الايتيولوجي. على شنو؟ على الايتيولوجي. زين، نشوف الكلاسيفيكيشن رقم 2.
الكلاسيفيكيشن الثاني يسموها بالباكلاند كلاسيفيكيشن اوف تانك ثراست، يعني حسب موقع التانك. يعني اذا كان التانك ان انتيرير بوزيشن، بحيث صار عندي انتيرير اوبن بايب، يسموها بالانتيرير تانك ثراست. اذا كان عندي بالبوستيرير بوزيشن او باللاترال بوزيشن بين ذا تيث، بوستيرير تيث، يسموها شو ما تشوفوها بهاي الصوره، يسموها بالبوستيرير تانك ثراست، بيصير عنده بوستيرير اوبن بايت. تمام؟ ممكن يصير congenital missing of teeth، او مثلا يصير submerged tooth، whatever causative factor. ما ندخل بالcausative factor، بس يسموها كclassification يصير عندي posterior tongue thrust. تمام؟ او مثلا هاي الصورة تشوفوها كل السفير، مثلا large tongue كلش كبير، بحيث مأثر على dental arch in general، الposterior اكثر من الانتيرير، بس عبالك انه صار عندي open bite هم anterior وهم posterior. تمام؟ نيجي اخر كلاسيفيكيشن للتانج ثراست، سماها حسبها اللي هو سموها بالمويرز كلاسيفيكيشن اوف تانج ثراست. هاي اخذناها وشرحناها العام بالسوفت تشو فاكتور، كفاكتور يأثر على الاوكلوجن. شوفون اول نوع من التانج ثراست يسموها بالسمبل تانج ثراست. سمبل تانج ثراست اللي هي teeth are together. التيث ار توجذر قصدنا بالكلام انه البوستيريور تيث او البوكال تيث، يعني الاسنان الخلفيه دائما تكون مطبوقه. يعني معناها هذا النوع اللي يسموه بالسمبل تانج ثراست انه التانج تطلع لي قدام، فمن تطلع لي قدام شو اتوقع شي يصير عندي؟ اوبن بايت. اذا كانت الديجري مالته قليله ممكن يصير عندي انكمبليت اوفر بايت، اذا راح يصير شغلتين بالسمبل تانج ثراست، ايذر incomplete overbite أو anterior open bite، والposterior teeth يكون normal condition مثل هاي الصورة. تمام؟ زين. النوع الثاني يسموه بالcomplex tongue thrust، يسموه بالteeth are apart، يعني posterior teeth are apart، يعني مفتوحين. شنو معناها؟ يعني معناها tongue extended laterally وليس anteriorly. تجي على posterior teeth وتسوي لي open bite بالposterior segment وليس بالانتيرير. يعني هذول الأشخاص يصير عندهم posterior open bite وليس anterior. تمام؟ زين. وطبعا هاي أتوقع أنه حتى حيأثر على الـ على الـ على transversal problem، ويصير عندهم cross bite أيضا. آخر نوع بالمويرز classification اللي هو retained infantile thrust، اللي يسموها بالإندوجينيوس تانج ثراست. شوي خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طبعا هي نسبة نادرة موجودة بالpopulation، تقريبا 3.1% من الـ all population in the world. شافوا نسبة كلش قليلة، بس الحمد لله كلش قليلة، لأنه احنا كعلاج تقويمي ما نقدر نفيده، لأنه هي عبارة عن neuromuscular problem. تمام؟ هذا الشخص دائما يصير عنده فد persistent للتانج ثراست، يعني طبعا هذا الشيء ما يكتشفه الا انه يوصل الى مرحله البيرمننت دينتيشن. يعني من يشوفوه هو صغير يصير عنده تانج ثراست، قلت لكم هذا ان شاء الله نورمال، لكن من تستمر هاي الحاله بالبيرمننت دينتيشن، معناها استمر الى فتره زمنيه طويله، فاتوقع انه هذا الشخص راح يكون عنده انه اندوجينيوس تانج ثراست، وعنده بروبلم بالنيوروماسكولار سيستم. التريتمنت فيري سبول، يعني تنحل. نعم، سووا تريتمنت الاوبن بايت تنسد، لكن بمجرد ما اشيل الابلاينس يرجع التانك يشتغل مره اخرى ويسوي لي التانك ثراست. تمام؟ شلون اقدر اميز الاندوجينيوس تانك ثراست على التانك ثراست الطبيعي الادابتف او الهابت؟ شويه صعب التمييز، لكن ممكن نقول كل ما كانت الكيس مال الاوبن بايت او المال اوكلوجن انسايد ذا اورال كافيتي سيفير، اتوقع انه الكيس عندنا اندوجينيوس تانج ثراست. الاشخاص، قسم من الاشخاص نتيجه ان التاثير القوي مال اندوجينيوس تانج ثراست يصير عندهم سبيكينج بروبلم، يصير عندهم لسبينج، يعني يبدي يتلفظ الفاظ مو صحيحه بالتهجي بعض الحروف. تمام؟ فاتوقع انه هذا الشخص يعني عنده لسبينج وعنده سيفير مال اوكلوجن، اتوقع انه هذا الشخص سببه هو اندوجينيوس تانج ثراست.
التريتمنت مالتنا مال تانغ ثراستينج. طبعا قلت لكم بالاعمار الصغيره لانه كون انه هي فشي طبيعي تاثير مو كلش راح يكون قوي على المعروكوزون قبل بيرمننت دنتيشن، يعني من 3 إلى 11 سنة ممكن ما اسوي له اي شيء الا انه بعض التوجيهات وبعض الاكسرسايزز البسيطه، مثلا نقول للبيشنت اثناء ما تبلع تخلي لسانك يثقف حلقك يا تبلع وهكذا، يعني هاي الشغلات البسيطة ممكن يسوي لها. لكن ورا الإداعة السنة إذا استمرت هاي الحالة هذاك الوقت ممكن نسوي لها فد نوع من الأبلاينس مثلا تانك بروب. تشوفون شلون هذا قاعد يضغط على التانك بحيث ما يخلي يطلع، أو أورال سكرين، هاي أنواع مختلفة من الأورال سكرين حسب إذا كان عنده بروبلم بالبريذنج. أيضا تشوفون هاي الثقوب تساعد الشخص على البريذنج، يعني تمام ممكن يستخدموها جماعة التانغ ثراست. اوكي ان شاء الله واضحة. خلصنا ثاني نوع من انواع الهابتس اللي هو تانغ ثراست. نيجي على الثاني ماوث بريذنج هابتس. هنا عندي يعني اكثر مما هي باد اورال هابت نقدر نسميها بالهابيتشوال او باد هابيتشوال انسبيريشن بروبلم. يعني الشخص بدل ما يتنفس من خشمه راح يتنفس من حلقه، تمام؟ واغلب الاسباب عندها علاقه ويا النيزل اوبستراكشن، الخشم بيها مشكله عند هذا الشخص فيؤدي الى هايبرتروفي اوف فارينجيال ليف تشو، فيصير عنده ديفكت بالنيزل سبتم بولبس، وفيصير فد نوع من الالرجي، وبالتالي راح يضطر انه يفتح حلقه ويضطر انه يسووها بالماوث بريذر، تمام؟ وهذا الشخص دائما يكون منظره قد تشوفون فتشي يشبه الأدينويد فيس. الأدينويد فيس يعني هو الشخص اللي عنده فد نوع من الانفليميشن بالأدينويد، فلهذا يكون هذا يسموه مواصفات الأدينويد فيس. شلون يكون مواصفاته؟ تشوفون فالدبريشن صار عنده بالمالر بون، هنا قاعد تشوفون هذول الشخصين دائما يزداد عند الفيرتيكال دايمنشن لنتيجة انه اوبن بايت يصير، فيزداد الفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس. incompetent lips كتشوفون، شوفوا اللبس دائما يكون fissured dryness، gingival hyperplasia، open bite، cross bite بالposterior ممكن تشوف، فالprocination بالteeth كتشوفون لأنه ممكن اللور lip تشتغل behind the incisors فيصير procination فيصير class 2 عبالك الpatient، تمام؟ وبذلك تكون هاي المواصفات الشخص اللي يكون عند adenoid face أو جماعة الماوث بريذر. بالدياجنوسز مالتنا أكو بعض التيستس ممكن نسويه على مدارف إنه هذا الشخص، لأنه دائما الشخص من يكون عنده ماوث بريذر يحاول أن يخفي ال features مال ماوث بريذر مالته. لذلك بعض التيستس او بعض الدياجنوستيك ايدز التيستس راح نسويها على ما نعرف هذا الشخص اذا عنده ماوث بريذر او ما عنده. نبلش باول تيست يسموه هذا التيست بال deep breath، يعني ask the patient to deep breath. هسه لو كل واحد من عندنا يبدي يعني ياخذ في deep breathing، هاي الحركة لو تسووها لو تنتبهوها قدام المراية حتشوفون انه النوزترلز هذول فتحات الخشم مالتك تبدي تكبر تلقائيا، لانه من حتاخذ هواء رأسا الفتحات الخشم تكبر. جماعة الماوث بريذر اذا يسوون هاي الحالة راح يشوفون انه النوزترلز مالتهم ما تكبر، ويفتح حلقة شقد ما يحاول يخبي يفتح حلقة على مود ياخذ الهواء، فتوقع انه هذا الشخص عنده ماوث بريذر، تمام؟ التيست متأسفة الأرثودونتيك تريتمنت راح يكون أني ماي فانكشنال أبلاينس أو أورال سكرين ممكن أستخدمه على مود نحل هاي المشكلة. زين بهذا الشيء خلصنا التريتمنت مال ماوث بريذر، وخلصنا ثالث أنواع الهابتس اللي هو الماوث بريذر. راح بروكسيزم. شنو هو البروكسيزم؟ هو عبارة عن non-functional contact of the teeth، يعني ماكو ربط بين الأسنان الأبر واللور بشكل صحيح، فتشوفون هاي النتيجة. المين causative factor حنشوف إنه شخص يكون عنده either occlusal defect أو عنده psychological factor، أما ضغط نفسي
أو occlusal defect. يعني شنو هاي الشغلات؟ يعني مثلا occlusal defect إنه شخص عنده فت cross bite أو mal occlusion أو defect بالteeth أو problem بالinclination أو عنده multiple missing teeth بحيث ما يصير توازن بالcontact بين upper واللور teeth. هذا occlusal defect، هذا يراد علاج مالته. أو إنه الشخص يجينا تشوفون أسنانه منصفطة كلش تمام بس عنده بروكسيزم، معناه هذا الشخص عنده psychological factor، هذا عامل نفسي، نفسيته تعبانة، صار عنده مشكلة أو whatever the causative factor بحيث قيد أثر فيصير عنده البروكسيزم. هي احتكاك يصير بين الأبر واللور تيث، طبعا يصير عنده grinding، تشوفون هاي الصورة، صار عنده grinding بالتيث، حتى ممكن يصير devitalization بالتيث، ممكن يأثر severe occlusal awareness، حتى ممكن يوصل منطقة الـ TMJ، ممكن يأثر على الـ TMJ problem. المانجمنت بما انه هي اما occlusal defect او psychological factor كcausative factor، لازم اول شيء احنا نكتشف الcausative factor. اذا كان psychological problem لازم يعالج psychological problem مالته، اذا كان occlusal defect هذاك الوقت لازم احنا نعالج occlusal defect مالته. ممكن نفيده كشيء اولي الى ان نكتشف السبب، نستخدم له فد bite guard. تشوفون هذا البايت guard اللابس البيشنت، انا نمنع ونحمي بقية الاسنان، او ممكن نلبس نايت جارد اثناء الليل ممكن يلبسها، ممكن ينطي له مصر ريلاكسنت، ممكن ينطي له فد نوع من الدراكس، ممكن يسوي له فد اكسرسايزز معينة بحيث نخفف الضغط مالته ونخلصه من هذا النوع من الهابت. هابت كلش بسيطة وعلاجه لازم بس نعرف الكوزيتيف فاكتور علشان نقدر نعالج المشكلة مالته. راح نجي للهابت lip sucking and lip biting. هذا النوع من الهابت ممكن يكون وحدة، هذا هو باعه يعني، وطبعا اكثر شيء يصير الاكتيفيتي مالته باللور ليب، يعني ما ممكن واحد يمص الشفايف مالته العلويه، لازم السفليه دائما، يخلي شفته دائما دائما ورا اسنان الابر، تمام. هاي الحركة ممكن تصير، فيصير عند اللب ساكينج أو اللب بايتينج، ممكن تصير وحدها أو ممكن مرافقة ويا الدجو ساكينج، تمام؟ طبعاً شو أتوقع؟ شوفوا هاي الحالة، أو ممكن شخص عنده كلاس 2، كتشوفون اللور لب وين تشتغل behind the upper incisor، فيضطر إنه دائماً يسوي عنده هاي الحالة، أو ممكن يكون سببه إنه الهبت، يعني مثلاً هذا الشخص هو الهبت عنده، صار عنده هبت ويتحول الى كلاس 2 لانه حيسوي لي بروكلينيشن بالابر تيث وريتروكلينيشن باللور تيث، تمام. وايضا كاكسترا اورالي ممكن يصير فد اكزيماتوس، تشوفون داير مدار سراوندينج تو ذا ليب نتيجه الليب ساكينج او الليب بايتينج. زين المانجمنت مالتنا يعني واضحه، ممكن استخدم له هذا الاورال سكرين نانا، تمام. هذا الأورال سكرين ممكن أستخدم له على مود هذا اللي تشوفون هو بولج أصلاً يفصل اللب داير ما دايرة، أو أنطلفة أكسرسايزر معينة لللب سويها اللب أوفر لب، يعني دائماً يخلي شفافة تلتقي واحدة ويا الثانية على مود يمنع من البايت هذا البايتينج مالته. أو ممكن أستخدم له هذا النوع اللي هو يسموها باللب بامبر. lip bumper appliance عبارة عن قطعة من الأكريليك الباد يدخلها لللور آرت either with fixed appliance أو with removable appliance، ممكن أخليها تمام عادي ماكو مشكلة، المهم تفصل لي اللب عن التيث والpatient ما يقدر يسوي لللب بايتك ماته لأنه يحتاج إلى فورس على ما يسويها فيتعب والنتيجة ما يسويها وتقطع عندي هذا الهابت. هابت كلش بسيطة لازم ننتبه عليها وكلش مهمة، وطبعا هذا النوع من الهبت تستمر حتى لويا الأدلتس، خلوها ببالكم تمام. من أنواع الهبت يسموها بالنيل بايتينج، هذا من الهبت اللي أيضا تستمر ويا الأدلت، والأدلتس عادة مو كل شيء ينحرج بها سوشيالي، يعني مثلا ديجيت ساكينج يعني قدام العالم ما يقدر يمص أصبعه لكن نقدر يقرضم أظافيره،
تمام؟ راح تشوفون أشكال منوعة من عملية. تشوفون قسم ناس يأكلون هذا اللحم الداير مدار النيل، أو قسم يأكلون الأظافر، أو قسم يأكلوها الاثنيناتهم، وتسوي لي فد problem ك emotional and social problems. وحتى كمال occlusion ممكن يسوي لي crowding, rotation, attrition، تمام؟ حتى ممكن يصير عندي inflammation. تشوفون يعني مثلا حلقة أو فد شيء معين إيده وسخة صار inflammation بالأصبع، تمام؟ العلاجات مالته إذا حالات بسيطة مجرد علاجات كلامية ممكن ما نحتاج إلى treatment، أو ممكن نعالج فد emotional factors، أو دائما encourage على outdoor activities يخليه ينشغل، يسوي له فد حركة معينة بحيث يخلي إيديناته تشتغل على مود لا يخلي إيديناته بصبعة. أو ممكن نستخدم له reminders مثلا، خاصة البنات ممكن نسويها فد nail polish. تعرفون طعم النيل بولش من واحد يدخل بحلقة معناها أكيد فالطعم مو كلش لطيف وغير مستساخ. بهذا خلصنا إحنا محاضرة كلش بسيطة ومحاضرة كلش سهلة اللي هو الباد أورال هابتس، وإن شاء الله تكون سهلة وإن شاء الله تكون علمية. نشكر حضراتكم، تعبناكم، أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لكم شوية تركزون على المادة وتقرون وتعتمدون على نفسكم، لأنه الشيء اللي يصير بالامتحانات أنا كلش مقابلة عليها، وهذا حتأثر على درجاتكم جميعا، وكل واحد يعتمد على نفسه. وأتمنى لكم كل التوفيق، وخلصنا المادة العلمية النظرية، وأي سؤال أنا حاضرة. شكرا جزيلا.